FM. الكلمة ليك. أنا ما نقولش اللي هو قاو. خاطر عنده إمكانيات في قاو كبيرة. أما نقول ما حلش الباب. فما فرق بين تعمل حرب وملفات ومعناها هو مس الكوبا ومش يطيروا بيه. فهمت؟ بالنسبة لي هو ربما فرصته وكتبها واحد صحافي حلوة برشا قالوا فرصتك باش تخرج اليوم خارج الملفات عندك عنده الملفات. كاب اف ام الكلمة ليك.